لدرجه اللي اوروزمون تدخلات ديال طبعا ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي تدخل ديالها فرض ان الكاف باش انها تسرع الوتيره ديال انها اومولوغي تيران وفينالمون في الخبر اللي عندنا اليقين هو ان تيران اومولوغا ملعب العربي الزاويه غيكون المباراه غتكون بالجمهور ابتداء من اليوم سواء المباريات الافريقيه ولا المحليه يعني الامر في القسم الاول والثاني الرجاء ايضا فريق الوداد الرياضي ابتداء مباراه السبت ان شاء الله مساء الرجاء غتلعب في ملعب العربي الزاويه الاشكال كان وقع اشكال كبير فريق الرجاء الرياضي كان وقع لهم اشكال حيت كانوا دافعين هاد التيران دافعين ملعب العبدي بجديده الرجاء تفاجئوا جديده تسد ان جديده رغم في الاول كانت حيت نورمال يكون تيران اومولوجي الرجاء بحال جميع فرق المغرب كتعتبر ان جميع الملاعب متوفره للانديه الوطنيه مي فينالمون شنو وقع هو ان المسؤولين في جديده اكدوا ان صيانه الملعب خصو يتسد ديك السيمانه علاش باش يتصوب لافريك المباراه لافريك كوميم تاع المباراه هي مباراه افريقيه وبالعكس هذه المباراه فيها ممثل المغرب عكس المباريات الاخرى ما فيهاش ممثل المغرب رغم ان تمثل المغرب والامر اللي كان خلى الرجاء وحصل ورطه لولا تدخل الجامعه الملكيه المغربيه اللي حاولت انها تسرع مع الكاف صيفطوا الكاف قال لهم خاص تحاولوا اومولوجيو تيران حنا اومولوجينا الجامعه والسلطات هنايا اومولوجيو تيران محليا باش قادروا حتى راه كانت تكون في واحد ورطه واحد الورطه ولكن بغينا نعرفوا بان الملعب العبدي الجديده يعني غيتصوب باش تلعب فيه مباراه افريقيه اللي غتكون السيمانه الاخرى اذا المغرب راه هو التجهيزات ديالو لافريك اذا الكاف خصها تتعاون معنا علاش غادي تبقى ما تأمولوكيش ملعب العربي الزاوري وفي حين اناش في المباراة اللي لعبات فيها مراجع ولا اللي لعبات فيه الجيش ولا يعني ملاعب يعني اقل مستوى من الملاعب العربي الزاوري علاش ما التدخل ديال الرئيس ديال الفيدراسيون دونك حنا كما كنهيئوا لكم الارضيه باش تلعبوا لي زافريكان كنحتضنهم يعني بكل صراحه ملعب العربي الزاوري كنظن ما ناقصها حتى شي حاجه وتلعبات فيه بروفا اللي لعبات فيها الراجا مع العين وكنظن غيتلعب فيها الاسبوع مباراه كاس العرش او كانت مباراه لا كاس عرش اينات افتتاح وي افتتاح دونك انا ملعب العربي الزاوي فاحنا كندوزو منو كنشوفو يعني علاش ما يتامولوكاش دابا هما راه جاو كنعطيو واحد الملاحظات وديك الملاحظات تقادت دابا كنخصهم ياكورديو دوك الملاحظات فهما يمكن عارف حيت عارفوا ان الرجاء ديجا دافع حتى ملعب العبدي قالوا بين ما جينا قدر الماتش يتلعب في العبدي والماتش الثاني يتلعب من بعد يتلعب تما ما يمكن الرجاء من بعد ما وقع في ملعب العبدي اللي تسد واللي وصلنا انه كاين سيء كبير مكتب مسيده فريق الرجاء الرياضي كيما نتمنى الناس جيتهم انا كان عندهم شي رد ردوا خا يقول لكم احنا خاصنا بغينا نصوبوا التيران في ذاك الاسبوع المهم هادشي اللي وقع فينا هو ايوب رب ضاره نافعه بالنسبه لفريق الرجاء لولا المسؤولين ديال الدفاع الحسن الجديد ولا السلطات ديال الجديده رفضوا استقبال فريق الرجاء ما كناش غنشوفوا غادي تكون مراسله باش في ملعب العبدي تومولوغا يكون ارجع دونك كنظن بان رب ضاره نافعه وكنعرف ان الناس ديال الدفاع الحسن الجديد ما كانوش عارفينش الدفاع كنظن السلطات لا شوف يا لا الملعب شكون واش الشركه المختصه شكون اللي هو تابع يكون تابع المجلس البلدي ديال الجديده وغيكون الدفاع مستبدا منه كفريق ديال المدينه ولكن كنظن بان العشب والاصلاحات ديال العشب كيتكلف به فريق الدفاع ربما يقدر ياكد لنا غير واحد النقطه مثلا ملي كنا في فريق اولمبيك اسفي ما عندكش حق تلعب في مباراه وديه خصك تاخذ اذن من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولا الشركه اللي كدير لونتروتيان دونك شوف الدفاع الحسن الجديدي واش هو اللي غادي يقوم بالاصلاحات ولا الجامعه ولا شكون المتداخلين وفي الاخر كان اشكال فينالمون واشكال اللي كان غادي يزيد صعاب حيت فريق النيجر كان ياخذها من جهته يقول خصك تعلمني بالتيران قبل خصك تقول لي قبل حيت باش انت ما خصكش تو اوتيل شحال حاجه يقدروا ياخذوها ضدك هي ايوب شوف كنظن انا ما كنا مغاربه كنا كنبغوا المصلحه ديال البلاد هذه كنظن انا لولا فريق الرجاء ما تعمولوكاش ليه الملعب ديال العربي الزاوري ما كنتش كنظن بان غير يلقاو صعوبات باش فريق الدفاع الحسن الجديد على الاقل هذه المباراه هذه ولكن شوف كل واحد عنده الحيتيات والمعطيات ديالو كنظن فريق الدفاع الحسن الجديد هو تكلم المسؤولين ديالو تكلموا على مباريات اللي غتكون ديال المنتخبات الافريقيه وايضا مباريات ديال الدفاع الحسن الجديد وكنعرفوا هذاك العشب ديال الجديده سان فيجو حتى هو لاي فريق كيتمنى يلعب فيه كنظن غيكون قرار هو ديال السلطات المحليه بتشاور مع فريق مع المسؤولين ديال الفريق الاخوان باختصار الرجاء كي جاكم في الماتش الرجاء يعني كمل يعني الانجاز اللي بدا السلبي العام يعني بقى في سلسله النتائج الايجابيه كنظن انا اهم شيء هو جاب نتيجه ايجابيه رغم الظروف الملعب والحراره والتنقل واللعاب جداد باقي معاهم جداد ومدرب جديد كنظن انه احسن نتيجه رجع بها هو الفوز وكنظن انا باقي فريق رجع محافظ على نفس يعني المنحى الايجابي اللي سلبي الموسم بدون هزيمه يعني كنظن فريق رجع مازال خصو يعني الا بغى يمشي يعني كما كنقولوا خصو التدعيمات خصو لاعبين يعني سيبلي باش يحاول يعني يوصل له هو الفريق الجيش الملكي للادوار المتقدمه في عصبه الابطال
الابطال. نعم تفضل. هو كنظن بان لا كونتينيتي تكلم عليها السي رشيد، الاستمراريه ديال الفريق تبقى ديك لو ساتور، يعني حتى اللاعبين عارفين بعضياتهم، سي فري مدرب جديد، مي فريق الرجاء كنظن انا سيرتو في عصبه ابطال افريقيا كاين رغبه وكاين هدف اللي مسطرينو حتى اللاعبين، يعني اغلبيه ديال اللاعبين باغيين يتوجهوا بعصبه ابطال افريقيا مع فريق الرجاء. ديما كندوي على التجربه دي فوا، واخا يكون لاعب جديد ولكن النادي عنده الثقافه ديال هاد الالقاب، الثقافه ديال عصبه ابطال افريقيا، فما كنظنش انا بان فريق الرجاء يقدر خلق مفاجاه بالاقصاء ديالو في الادوار التمهيديه. بالعكس لا، فريق الرجاء عنده واحد لو ساتور ولاعبين اللي لعبوا مع بعضياتهم اكتسبوا تجارب اللي كبيره، وبالتالي كنظن نتيجه ايجابيه اللي حققها خارج المغرب رغم الظروف اللي كانت ظروف ما ماشي مزيانه باش لعب مباراه في حجم عصبه ابطال افريقيا، ولكن تغلبوا على هذه المشاكل كامله، جابوا انتصار سجلوا جوج ديال الاهداف. كنظن بان الرجاء قطع واحد 99% للتاهل للدور التمهيدي الثاني. شوفوا جديده، شوفوا صراحه مقترض الرياض تقدر تعطي النمره للمخرج نقولها في لونطين، لا عطيه النمره مثل تقريبا بلا تبقى هنا في لونطين، عطيه النمره. كان صراحه مقترض كيسمع نحاولوا ندوزوا معنا. انا سولته قال لي ندوز، قلت له انت راه ماشي في المجلس، قال لي انا راه في الدفاع وفي المجلس والقرار ديال الفريق، القرار ديال الفريق ماشي المجلس. حاجه اخرى، جاني ميساج من جاتني مراسله فصيفطوا فريق الرجاء الرياضي الرئيس مجلس بلدي في جديده، الموضوع طلب ترخيص اجراء مباراه دور التمهيدي، طلب كان بالضبط يوم 25 يوليوز. كان يوم 25 يوليوز كان الطلب ديال هذا الملعب.